عليكم. طيب احنا في ابو ظبي وحنبدا في رحله فريده، تجربه ما قد جربنا مثلها من قبل. حنركب على هذه السفينه السياحيه. يو متحمسين؟ كروز كروز ها؟ كروز. هذه مدينه متنقله مو سفينه، كانكم بتسافر على الطياره. لازم تعملوا تشيك ان، تعطيهم الشنط سكيورتي. هذه صاله المغادره، شوفوا قديش كبرها. واو من جد ما شاء الله يا كبرها. الحمد لله دخلنا السفينة لكن ما احنا عارفين فين نروح. اعتقد المهمة الأولى اننا نلاقي غرفتنا في الدور ال 11. اخيرا وصلنا الغرفة، متحمسين نشوفها. يا سلام، عندنا غرفتين جنب بعض زي هذه، مكان جلوس، مكتب، سرير، كلوب، غرف مريحة. احنا اخترنا غرف فيها بلكونة زي هذه. حلو انكم تشوفوا البحر لما السفينة تتحرك. متحمسين؟ ايوه. تجربة جميلة وحلوة انها موجودة في الشرق الاوسط من ابو ظبي. فين رايحين ايمان؟ حماسنا غير طبيعي ما اقدر اوصفه، لكن دخلنا السفينه بالمساء فبكره راح نستكشفها. الحين بس رايحين نتعشى بعدين نتفرج على المسرحيه. صراحه ماني مصدق انه انا في الشرق الاوسط، تحس نفسك في اوروبا. حتى العمله اللي استخدموها في السفينه اليورو، تقريبا كلهم اللي هنا اوروبيين. تجربه حلوه يعني، اذا حبيتوا تروح على سفينه سياحيه نفس الخدمات اللي يوفروها في اوروبا، مو لازم تروح بعيد، تيجي ابو ظبي. في عرض مسرحي راح يبدا بعد نص ساعه تقريبا، حجزنا كراسي القدام وجالسين على ايباد. شوف المسرح كيف كبير جدا. كل يوم يسوى عرض مسرحي مختلف عن اليوم اللي قبل، ويسووه مرتين حتى جميع ركاب السفينه ممكن يشوفوه. طبعا مسرحيه درجه اولى جدا ممتعه. احنا من جد في سفينه دحين. ايوه من جد. حان وقت الاستيقاظ، يجب ان نذهب ونكتشف السفينه. حان وقت استيقاظ. انت صاحي من اول صح؟ يوسف صحي لكن انا لسه نايم. شكرا من هنا. السفينة تحركت طبعا في الليل، تركت ابو ظبي والحين متجهين الى جزيرة صير بنياس. هو يوقف كل شوي يقول صور لي. يلا يوسف طالع هنا. واحد اثنين. يوسف من ضمن التجربة يوفروا فطور وغدا وعشاء. في عدة مطاعم ومقاهي عادة يوفروا بوفيه للفطور والغدا. هذا المطعم اللي عادة نفطر فيه، شوفوا قديش كبروا. هنذبح الحين. ياي ايمان جناك. قدمي قدامي عشان فلوسها. بعيد. جاهزين تركبوا الزحليقة؟ ايوه. واو. اوه ماي جاد. سريع مرة سريع. يلا. شعور رهيب ومريح. طلعنا من السفينة وحنركب هذا البوت الصغير. البوت الصغير بيتحرك كثير. متجهين إلى جزيرة صير بنيات. جزيرة صير بني ياس. ناس تصوره مع عربي. اعتقد الرجال اصلا مو عربي، ما يتكلم عربي. ارمي تعال تعال. اوه يلا ارمي. تتكلم عربي. يا يوسف يا شاطر. دوري مان. اضرب الكورة، الكورة. اضربيها يا هاف. ترى ما قاعد تتمثل من جد. في نشاط التجديف هنا، الكاياكينج. جوز الهند بيجربوها أول مرة. السفينة تحركت وتركت جزيرة صير بنياس. ترى من كبر السفينة ما تحس لما تتحرك. متجهين إلى مسقط وطول اليوم بكرة حنكون داخل هذه السفينة وحنوصل مسقط أعتقد بعد بكرة إن شاء الله. متحمسين؟ أيوه. أول مرة تروح مسقط؟ أها. طبعا لما نوصل مسقط ندينا نطلع من السفينة ونكتشفها. إيش بيسوي يا ولد؟ ويجي. في ملعب تنس هنا وباسكت بول. تلعبه؟
جوا هنا في سكواش ضربت راسه. لقينا جلسات حلوة هنا فوق. ترى ما راح نشتري شيء ها، بس شوف هذا احد المتاجر اللي هنا. احنا ما زلنا في سفينة ترى. يقول ابويا حرامي سرق كل النجوم اللي بالسماء. ما ادري من فين يجيب هذا الكلام. كل يوم عندهم عرض مختلف في المسرحية، فكل يوم بنيجي هنا. يوسف نام مسكين تعبان. اليوم مسوين حفلة في السفينة وكل واحد مفروض يلبس ابيض. ايمان لابسة اسود ليش؟ طبعا احنا حنام ما حنروح الحفلة. قابلنا حرمة في المسرحية من البحرين تقول هذه ثالث مرة تيجي هذه السفينة ما شاء الله. حلو ما تشوف البحر اول ما تصحي في الصباح صح؟ ايوه يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. يوم جديد هذه فضيلة. كل يوم يعطونا هذا تحت باب الغرفة فيها البرنامج اليومي، معلومات عن أنشطة اليوم والمطاعم والعروض. طول اليوم احنا في البحر صح؟ ايه صح، ما احنا تاركين السفينة اليوم، لكن بكرة حنوصل مسقط ان شاء الله. يقول إيمان إيش رأيك بشعري؟ تحبي شعره؟ Yeah, even me, I like it. Nice. أنا صغار. رياضة صباحية. أنا تفطر دونت. واحد. بدون إيمان؟ وأنا؟ أنا. هذا النادي ما شاء الله نادي كبير جدا. هنتفرج على فيلم 4D دحين. هذا وقت الغداء، في بافي، في بيتزا اذا تحبوا البيتزا، في سباجيتي اذا تحبوا سباجيتي، في ستيك اذا تحبوا ستيك. ما تحب ستيك؟ لاونج هذا الفاضي ما في احد هنا. على طول جلسوا قوموا. لك يا احنا بخلف السفينه. في نادي للاطفال يقدروا يروحوا له ويلعبوا فيه. نترككم هنا تلعبوا مع الاطفال هذول. ها لازم تلعب معهم، تتكلم معهم، ما تقعد ساكت. انس بيشتكي يقول ما يبغانا نتركه هناك، يبغى يروح الغرفه يدخل على الايباد. انس انت جيت هنا مو عشان تدخل على الايباد، جيت هنا عشان تلعب وتقابل الناس وتتكلم معهم صح ما؟ لا هذه غرفه للمراهقين. انس بيجي هنا. انت كم 10 لسه صغير. يوسف مصدق انه قاعد يسوق ترى. هذه غرفة ثانية هنا لقيناها. لازم نسوي بيتزا. وزع شهادات الحين. انس. ياي انس ياي. طلع بوحني انس. لما اخذته من نادي الحرمة قالت لي ايمان ممتازة في الرقص وانس ممتاز في اليوغا. صح ما كنت اعرف انك تعرف يوغا. تفاجات اني مديني اخذ اي شيء من هنا مجانا، كيكات وسندويتشات. الليله المفروض نلبس رسمي هنا في السفينه. انا ما عندي ملابس رسميه. حتى يوسف بس انس ما شاء الله لابس رسمي. كلهم لابسين رسمي. هذول كل المدراء في السفينه. يوم جديد وحياه جديده وسعيده. البرنامج الديلي. حنوصل مسقط وحنتركها الساعة 6 مساء. ممكن تحجزوا هذه الأنشطة في مسقط. هذه أنشطة اليوم في السفينة، اللي يبغى يقدر يقعد في السفينة مو لازم يطلع منها. هذول كلهم خططوا يروحوا أماكن. ماما لا تمشط شعره خليه مجعد. ركبنا باص سياحي راح يلفلف لنا حول المدينة. جينا سوق مطرح. شاطئ جميل في مسقط. كل ما سفينة تتحرك يشغل أوبرا. السفينة اللي تو تركت مسقط كل الناس بتودع مسقط. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. فين أنا؟ خصم. في ولاية خصم في عمان. شكلها جدا جميلة ما شاء الله. لازم ناخذ بوت حتى نوصل هناك. اليوم آخر يوم لنا في السفينة. ابتسم للصورة سمايل. بيج سمايل، أكبر ابتسام، بيجر، بيلي بيلي بيج، جاينت ون. ترى أنتوا سويتوها كل يوم تفطروا على دونت؟ هذا مو فطور صحي من جد ترى. أنس
مغنية. الكلب هذا جاء عندنا فجأة، يحب الأطفال شكله. احنا في وسط مدينة خصم، من الأشياء الحلوة في هذه السفينة انها توقف في عدة مدن في المنطقة، وممكن تطلع من السفينة وتستكشف هذه المدن. بنلعب يزيد، ايش هذا هنا؟ ارمي كورة هنا. بنلعب بوليك. لا ما تشوته، ما تشوته بولي. هذا step forward to the line, stand up, do back between your legs, feel it, open your legs, and yeah, that's it. يلا ناس، يلا نبغي strike. واحد، اثنين، ثلاثة. اهدف المقطع، اهدف فيه، ما تحط على اليوتيوب. لا ما في كارت الغرفة ممكن تدفعوا لهذا الألعاب، الأشياء الإضافية، مو لازم تشيل معك كاش. نتسابقوا مع بعض. أيوة يوسف يلا. لقيت يوسف كذا فجأة، إيش؟ في مكتبة هنا. هو؟ أنا سيماني يوسف، كلكم تقروا كتب؟ إيش هذا؟ كتاب صيني. في كتب بعدة لغات هنا. إيش مكتوب؟ نيهاو. هناك في الإنترنت. هنا في طيارات وبعض الناس يلعبوا كاشينو. أعطيني كتاب خلاص. يبغى يقرا، يقول ما مو فاهم شيء، مشكله كله بالصيني. It's Chinese. It's Chinese. I'm exercising. فجأة لقيته قد مرة، يقول قد مرة. أنس كل جمبري ايش بك؟ يوسف eat shrimp. Eat shrimp. يوسف استنى يوسف. مرتاحين يا اطفال؟ اقول حرمة، انتم مشاغبين هاي؟ اقول حرمة؟ Don't do that. رابع الليلة واحنا جينا مسرحية بدري قبل العرض بساعة، وحجزنا الكراسي اللي قدام كالعادة. مونشيلو. بعد 5 دقائق السفينة راح تترك ولاية خصم. يوم التسوق. هلو. الشيء الأكيد إذا جيت السفينة هذه راح تأكله كثير. يعلمني كيف يصنع البط من المنديل. بط فنان. هذا مقبلات فيه، وهذه واجباتهم الرئيسية، ستيك وبطاطس وسمك. ما شاء الله. Hungry face, happy face, surprised face, cute face. لما سوى كذا تقول او، لما سوى كذا تقول اه. جاهزين؟ هذه كانت مفاجأة لهم، ما كانوا عارفين. كتبنا هذا على الكيكة، We love you kids، نحبكم يا أطفال. خلاص تركنا السفينة وراجعين السعودية. الصراحة كانت تجربة أفضل مما توقعنا كمان. استمتعتوا؟ أيوة فعلاً. الرحلة هذه فاقت توقعاتنا، كانت أول مرة نركب على سفينة سياحية، وبعد هذه التجربة أقدر أقول إنه أكيد راح يكون في ثاني مرة. اللي يبغى يعرف تفاصيل أكثر عن هذه الرحلة والأسعار وكيفية الحجز يشوف المعلومات اللي بسهل الفيديو في صندوق الوصف. ألف شكر لكم على المشاهدة، مع السلامة.